بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شرح المحاضرة التاسعة من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن بعض السويتش جير كومبوننتس. تكلمنا في الأجزاء السابقة عن بعض الكومبوننتس ابتداء بالايسوليتر، ثم السيرج أرستر، ثم الويف تراب. أما في هذا الجزء بنتكلم عن الأوتوماتيك ترانسفير سويتش والأن انتربتابل باور سبلاي. فإذا أهمية ومبدأ عمل ودور الـ ATS والـ UPS في الـ Power System هي موضوعنا في آخر جزء من هذه المحاضرة. طيب، من الضروري وجود مصدر احتياطي لبعض الأحمال وخاصة الأحمال المهمة أو الـ Critical Loads لضمان استمرارية الـ Power في حال انقطاع الـ Power من المصدر الرئيسي اللي هي الكهرباء العمومية من شركة الكهرباء. فعادة تستخدم مولدات الديزل لتغذية بعض الأحمال المهمة في بعض المنشآت مثل إنارة الممرات والسلالم وأجهزة إنذار الحريق والثلاجات وأجهزة الصرافات المصاعد وأنظمة الطوارئ والمستشفيات. فنوعية هذه الأحمال أنه من الصعوبة أن الباور تفصل عنها لمدة طويلة لأهميتها، فقلنا أنه عادة تزود هذه الأحمال بمصدر كهرباء احتياطي تحسبا لأي انقطاع أو مشكلة تحصل في المصدر الرئيسي. فإذا بما أنه عندنا الآن two sources اللي هي المين سورس وهي الكهرباء العمومية والباك أب سورس اللي هو الديزل جنريتر، فنحتاج إلى تول أو وسيلة سريعة لإجراء عملية السويتشينج أو التحويل بين التو سورسز. فالأوتوماتيك ترانسفير سويتش هو سويتش يستخدم للتحويل بين اليوتيليتي سورس وبين الباك أب سورس بطريقة أوتوماتيكية، ويمكن تكون عملية التحويل هذه يدويا. طيب، تستخدم هنا خاصية الانترلوك بحيث لا يمكن أبدا أن تكون التغذية من التو سورسز في نفس الوقت، فباستخدام الانترلوك تكون التغذية في جميع الأحوال من مصدر واحد فقط، إما من المصدر الأساسي أو الاحتياطي. طبعا يمكن فصل الأحمال غير المهمة وقت ما تكون التغذية من الباك أب جنريتر لتخفيف اللودينج على جنريتر والاستفادة من الجنريتر باور لتغذية أحمال أكثر أهمية إلى أن ترجع التغذية من المصدر الرئيسي. فهذا هو مبدأ الأساسي والفكرة الأساسية لعمل الـ ATS. عندنا هنا الـ Utility Source المصدر الرئيسي، وهنا الـ Backup Generator المصدر الاحتياطي، وكلها موصلة على هذا البص اللي يغذي الـ Critical Loads. فهذا هو الـ ATS مكون من بريكر للـ Main Source هنا وبريكر آخر للـ Backup Source، والتو بريكرز مربوطة مع بعض بهذا الـ Interlock بحيث لا يمكن أبدا أن التو بريكرز تكون open أو close في نفس الوقت. فلو كان هذا بريكر open يكون هذا بريكر close، ففي حال لو فتحنا هذا بريكر تلقائيا بريكر الثاني بيتحول إلى وضعية close في نفس الوقت باستخدام خاصية الانترلوك. فهذه أهمية الانترلوك هنا، مثل ما شفنا في الايسوليتر أنه لا يمكن أن يحدث خطأ في وضعية التو بريكرز عشان نتجنب تغذية اللودز من تو سورسز قد ينتج عنها شورت ومشاكل أخرى. فهذا أحد أشكال الـ ATS. يستخدم هذا النوع عادة مع الأحمال الصغيرة عند جهد 230 فولت وحتى 63 أمبير. وهنا خيار استخدام الـ ATS إما أوتوماتيك أو مانوال، بمعنى التغيير بين المين سورس والباك أب سورس يتم إما بشكل تلقائي أو بشكل يدوي. وهذا السلكتر اللي يقوم مقام الانترلوك هنا بحيث يغير بين المين سورس النورمال باور وبين الباك اب سورس الامرجنسي باور. فهنا فكرة الانترلوك، لما يكون بريكر الامرجنسي هنا open في نفس الوقت بريكر المين سورس closed، والعكس صحيح، فما نستطيع ابدا اننا مثلا نعمل close او open للتو بريكرز في نفس الوقت. فاول ما يكفل هذا بريكر ويصير في وضعية close، خاصية الانترلوك وطريقة الربط بهذا الشكل تسبب ان البريكر الثاني يفتح بشكل تلقائي. فمثلا نستخدم الـ ATS بهذا الشكل، هنا المين سورس وهنا الباك اب سورس وهنا اللود، وهذه بريكرز خارجية وهذا هو الـ ATS وموجود بداخله البريكرز اللي بينها انترلوك. هنا استخدام الـ ATS في سيستم عنده باور وفولتج اعلى، نحتاج في هذه الحالة الى تجهيزات اكثر في غرف السويتش جير بهذا الشكل. طيب، هنا تظهر مشكلة في استخدام الباك اب جنريتر مع الـ ATS في حالة ما يسمى بالـ Very Critical Loads،
وهي الأحمال المهمة جدا واللي لا يقبل ولا يسمح أبدا أن تفصل عنها الباور ولو لمدة قصيرة جدا. هذه الأحمال تشمل مثلا غرف العمليات والعناية مركزة في المستشفيات والداتا سنترز وسيرفرات البنوك وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة في البنوك وبعض الأجهزة الأمنية. فانقطاع الباور عن هذه الأحمال ولو لمدة قصيرة جدا غير مسموح. فمثلا انقطاع الباور ولو لمدة ثانية واحدة عن الداتا سنترز قد يسبب مشاكل وخسائر. مثلا انقطاع في غرفة العناية مركزة أو في غرف العمليات في المستشفى قد يسبب خطورة على حياة المرضى. فالمشكلة هنا أن الباك أب جنريتر يحتاج إلى وقت قد يتراوح بين عدة ثواني إلى تقريبا دقيقة واحدة عشان يوصل إلى وضعية الريتد كونديشنز ويكون جاهز لتغذية الأحمال. فبمجرد وصول الجنريتر للريتد كونديشنز الـ ATS يحول التغذية من المصدر الرئيسي إلى الباك أب جنريتر. فهذه المشكلة تنحل باستخدام ما يسمى بالـ Uninterruptible Power Supply واللي يعرف عادة بالـ UPS. فالـ UPS مكون من ريكتيفاير وبطاريات وإنفيرتر، الغرض منها تغذية الـ Very Critical Loads في حال انقطاع المصدر الرئيسي أو في حال حصول مشكلة في قيمة الفولتج. ويختلف الـ UPS عن الـ Backup Generator إن الـ UPS يغذي الأحمال بشكل سريع جدا باستخدام البطاريات، إضافة إلى أن الـ UPS يحمي بعض الـ Sensitive Loads مثل أجهزة الكمبيوتر من الأضرار اللي تنتج من التغيرات المفاجئة في قيمة الكرنت مثل الساق والسويل والسبايكس وغيرها من الظواهر الكهربائية اللي تسبب مشاكل على الـ Sensitive Loads. هنا بعض أشكال أجهزة الـ UPS، طبعا تختلف الأشكال والأحجام حسب السيستم. فهذا هو المبدأ الأساسي لعمل الـ UPS، هنا الـ Main Source وهنا الـ Load، وهذا هو جزء الـ UPS مكون من ريكتيفاير وبطارية وإنفيرتر. فعند الظروف الطبيعية تتم تغذية اللود من الـ Main Source وفي نفس الوقت تشحن البطاريات عن طريق تحويل الـ AC إلى DC باستخدام الريكتيفاير. أما عند انقطاع المين سورس تتم التغذية مباشرة عن طريق البطاريات وتحويل الكهرباء من DC إلى AC باستخدام الإنفيرتر. طيب، عملية استخدام الـ UPS مع الـ ATS والمين سورس والباك أب جنريتر تحت عدة ظروف تشغيلية تكون بهذا الشكل، هنا المين سورس وهنا الباك أب جنريتر وهنا الـ UPS. وهنا مثلا عندنا كريتيكال لودز، نعم ضرورية لكن يسمح أن الباور تفصل عنها لوقت قصير. وهنا عندنا Very Critical Loads، يعني لا يسمح أبدا أن الباور تفصل عنها ولو لمدة قصيرة جدا. ففي الوضع الطبيعي يكون هذا Switch Close وهذا Open، تكون التغذية من خلال الـ Utility Source إلى الـ Critical والـ Very Critical Loads وفي نفس الوقت يتم شحن البطاريات. طيب، الآن لو حصل انقطاع في المين سورس لأي سبب من الأسباب، الباك أب جنريتر عشان يوصل للريتد كونديشنز ويبدأ في التغذية هذا يأخذ وقت، ولا يسمح أبدا أن الفيري كريتيكال لودز تفصل عنها الباور خلال هذه المدة القصيرة. اللي يحصل الآن أنه خلال فترة الترانزيشن هذه تبدأ البطاريات تغذي الفيري كريتيكال لودز إلى أن يكون الجنريتر وصل للريتد كونديشنز. فهنا بيبدأ الـ ATS يحول التغذية بشكل كامل إلى جنريتر، فيكون هذا السويتش أو البريكر كلوزد وهذا تلقائياً أوبن باستخدام الانترلوك، وتكون تغذية الكريتيكال لودز والفيري كريتيكال لودز وشحن البطاريات من الباك أب جنريتر بشكل طبيعي بالضبط مثل حالة لما كانت التغذية من المين سورس. طبعا تحويل تغذية الأحمال من الـ UPS إلى الجنريتر بسبب أن البطاريات لها سعة تخزينية قد لا تكون كافية لتغذية الأحمال طوال فترة الانقطاع. طيب، الآن مثلا بعد ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر الـ Utility Power رجعت للخدمة وبنفس الحالة السابقة، عملية السويتشينج هذه تحتاج لوقت قصير. فخلال هذا الوقت يتم تغذية الـ Very Critical Loads من البطاريات إلى أن تتم عملية تحويل التغذية إلى المصدر الرئيسي بشكل كامل عن طريق الـ ATS ويرجع السيستم للوضع الطبيعي. فإذا هذا ما يتعلق ببعض الـ Switch Gear Components تكلمنا عنها في هذه المحاضرة. فتكلمنا عن الـ Isolator والـ Surge Arrestor والـ Wave Trap والـ ATS والـ UPS.
في بعض الكومبوننتس الأخرى مثل الرينجمان يونت والفولتج ريجوليتر والتاب تشينجر والشنت رياكتر والكاباستر بانك وغيرها من الكومبوننتس قد نتكلم عنها فيما بعد في كورس الباور ترانزميشن اند ديستريبيوشن. فإذا هذه المحاضرة كانت آخر محاضرة في جزء السويتش جير. بنبدأ في المحاضرة القادمة بإذن الله البداية الفعلية لهذا الكورس وبندخل في عالم البروتكشن. فبتكون المحاضرة القادمة عن مقدمة عن الباور سيستم بروتكشن. بنبدأ في الجزء الأول فيها عن أوفر فيو ونظرة عامة عن الباور سيستم بروتكشن.